نيابة عن الرئيس السيسي، مدبولي يشارك في مؤتمر مستقبل استثمار بالرياض ويؤكد أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. مصر تدين إقرار الكنيسة تشريعا يحظر عمل الأونروا وتطالب المجتمع الدولي بالتصدي للانتهاكات والجرائم الإسرائيلية. حزب الله اللبناني ينتخب نعيم قاسم أمينا عاما له، ووزير الدفاع الإسرائيلي يصفه بالاختيار المؤقت. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر عازمة على المضي قدما في مسيرة التنمية الشاملة بما يحقق الرخاء والاستقرار في البلاد. جاء ذلك خلال مشاركة مدبولي نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات النسخة 8 من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار والذي يقام بالرياض. فإن مصر عازمة على المضي قدما بخطى ثابتة في مسيرة التنمية الشاملة بما يحقق الرخاء والازدهار لبلادنا، وفي هذا الإطار تواصل مصر العمل بلا هوادة تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدة محاور، من بينها أولا تعزيز دور القطاع الخاص، وتولي مصر أهمية بالغة لدور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الأولويات والخطط الوطنية. وقد اتخذت الحكومة المصرية مؤخرا مجموعة من الخطى والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ولعل من أبرز تلك الخطوات وضع حد أقصى للاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى توحيد سعر الصرف ومنح الرخصة الذهبية للمستثمرين. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر ضخت خلال السنوات الأخيرة استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية وبناء مدن جديدة. وخلال كلمته بالرياض أشار مدبولي إلى قيام مصر ببناء أكثر من 20 مدينة جديدة، في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة. ضخت مصر خلال السنوات الأخيرة استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية وبناء مدن جديدة وذكية، وكذا لتطوير منظومة النقل والمواصلات والمواني في مختلف أنحاء البلاد بما يتسق مع الخطط والأهداف المصرية الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر. وفي هذا الإطار قامت مصر ببناء أكثر من 20 مدينة جديدة، في مقدمتها العاصمة الإدارية ومدينة العالمين الجديدة، والتي تتبع جميعها معايير الاستدامة والتقدم التكنولوجي، كما قامت بإطلاق استراتيجية لتطوير النقل ترتكز على عدة محاور، أبرزها الارتقاء بالبنية التحتية للنقل عبر إنشاء شبكات الطرق وتطوير قطاع السكك الحديدية والنقل النهري وتحديث وتطوير المواني البحرية، كما تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة للنقل البحري، وهناك تعاون مصري سعودي وثيق في مجالات النقل وربط المواني، ورغبة مشتركة لدى البلدين في التحول لمركز إقليمي للنقل اللوجستي وسلاسل الإمداد. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الكلمة التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية للنسخة 8 من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، قال إن هناك ارتباطا وثيقا بين الاقتصاد والاستثمار والنمو من جهة، والسلام والاستقرار والأمن من جهة أخرى. كما أوضح رئيس الوزراء أن أبرز تلك التحديات في المرحلة الراهنة يتمثل في استمرار العدوان الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، والذي اتسعت رقعته في الأسابيع الأخيرة ليطال لبنان. شك أن هناك ارتباطا وثيقا بين الاقتصاد والاستثمار والنمو من جهة، والسلام والاستقرار والأمن من جهة أخرى، الأمر الذي يضع منطقة الشرق الأوسط التي تموج بالصراعات والأزمات المتصاعدة أمام تحديات بالغة التعقيد، لعل أبرزها في المرحلة الحالية تمثل في العدوان الإسرائيلي المستمر على أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية،
والذي اتسعت رقعته في الأسابيع الأخيرة ليطال لبنان العزيز. وفي مواجهة هذه التحديات يبرز دور مصر والسعودية باعتبارهم الركيزتين الأساسيتين للأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة الشرق الأوسط، وذلك بالنظر إلى تطابق رؤى البلدين حول خطورة الوضع الإقليمي الراهن وضرورة وقف إطلاق النار وتجنب الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة سيكون لها تداعيات وخيمة تطال الجميع بلا تمييز. كما جدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد والتجديد على أن أمن دول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. كما شدد مدبولي على أن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط أو العالم يرتبط بشكل مباشر بتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية. أمن دول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير المناخ اللازم للتنمية الاقتصادية وتحقيق الرخاء سواء في الشرق الأوسط أو العالم يرتبط بشكل مباشر بتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية. يشارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يقام بالعاصمة السعودية الرياض تحت شعار أفق لا متناهٍ لاستثمار اليوم لصياغة الغد. ويشهد المؤتمر حضور قادة عدد من دول العالم ويستقطب أكثر من 5000 مشارك و500 متحدث من صناع السياسات والتنفيذيين والمستثمرين وكبار المتخصصين في المجالات الاقتصادية والتنموية ذات الصلة بالاستثمار، حيث يتناول عبر أكثر من 200 جلسة موضوعات الاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي إلى جانب الذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة والقضايا الجيوسياسية، ويتناول غيرها من الشواغل العالمية. استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالكويت نورة سليمان لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك، وذلك على هامش مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض. أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لدعم الاستثمارات الكويتية القائمة في مصر، ومشيدا بالدعم الكويتي الدائم لجهود الإصلاح الاقتصادي التي تبذلها الحكومة المصرية. هذا وأكدت نورة سليمان استمرار التواصل الفعال بين الجانبين خلال الفترة القادمة في ضوء تطلع الكويت لدعم علاقاتها مع مصر في مختلف الملفات محل الاهتمام المشترك. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الداخلية بدء قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1446 هجريا اعتبارا من غد الأربعاء وحتى يوم السبت الموافق 6 نوفمبر المقبل. وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للراغب التقدم لحج القرعة إما عن طريق التقدم الشخصي لأقسام الشرطة أو أونلاين عن طريق موقع وزارة الداخلية.
تتقدم وزارة الداخلية بخالص التهنئة لأبناء الشعب المصري، وتعلن عن بدء تلقي طلبات أداء فريضة الحج لعام 1446 هجرية 2025 ميلادية، التقديم اعتبارا من الأربعاء 30 من أكتوبر 2024 حتى السبت 16 من نوفمبر 2024 بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن. تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيا إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، أو من خلال الخدمة الصوتية المخصصة لذلك. لا شريك لك. سيتم إجراء القرعة العلنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين بمديريات الأمن، ووفقا للجدول الزمني الذي سيعلن من الإدارة العامة للشؤون الإدارية. يقتصر آداء فريضة الحج لهذا العام على من لم يسبق له آداء فريضة الحج، وبالنسبة للمرافق تراعى الضوابط والشروط المبينة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. لك والملك لا شريك لك. يستبعد من السفر أصحاب الأمراض المزمنة وفقا للضوابط التي حددتها وزارة الصحة والسكان. جميع الإجراءات والاشتراطات والأوراق المطلوبة للتقديم موضحة على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت. لك والملك لا شريك لك. أدانت مصر إقرار الكنيسة الإسرائيلية تشريعاً يحظر عمل وكالة الأونروا، وأكدت أن دور الوكالة لا يمكن الاستغناء عنه. واعتبرت مصر تلك الخطوة جزءاً من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مجددة رفضها المطلق لكافة الممارسات الإسرائيلية الهادفة لتهجير الفلسطينيين وتصفية حق العودة. وطالبت مصر المجتمع الدولي بالتصدي بصورة حازمة لهذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية. We'll be right back.
أثار قرار الكنيسة الإسرائيلية بحظر عمل الأونروا موجات من الاستياء العام وردود فعل عربية ودولية كبيرة وسط تخوفات من تفاقم الوضع الإنساني للفلسطينيين. من جانبه شدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا، شدد على أن التشريع مخالف للقانون الدولي ويشكل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية. أكد عدنان أبو حسن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أكد أن القرار الإسرائيلي بحظر الوكالة يهدف إلى تصفيتها في الأراضي الفلسطينية. كان التلفزيون المصري قد أجرى لقاء خاصا مع أبو حسن، والذي أكد أن وكالة الأونروا تعتبر شريان الحياة لقطاع غزة. على العمليات الإغاثية والإنسانية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وبالذات قطاع غزة، حيث الأونروا هي شريان الحياة للعمل الإنساني والإغاثي هناك والتعليمي والصحي وكافة المجالات. تقريبا نحن لوحدنا في قطاع غزة، لدينا 13,000 موظف، لدينا عشرات أيضا المراكز، أكثر من 300 مدرسة، لدينا أكثر من 100 نقطة طبية متنقلة وعشر عيادات مركزية لا زالت تعمل. يعني منع الأونروا من العمل أو دفع العملية الإنسانية التي تقوم بها الأونروا إلى الانهيار سيكون له نتائج وخيمة وغير مسبوقة. We'll be right back.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن قطر ستعمل مع إدارة الرئيس جو بايدن حتى اللحظة الأخيرة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. يأتي هذا في الوقت الذي كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بيل بيرنز عرض مقترحا جديدا في اجتماع عقده مع نظراء الإسرائيليين والقطريين في الدوحة، يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 28 يوما مقابل إطلاق سراح 8 محتجزين. وذكر الموقع الأمريكي أن التوصل إلى اتفاق جزئي من شأنه أن يكسر الجمود الذي دام لشهرين في محادثات وقف إطلاق النار، ويعيد إطلاق المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق أكثر شمولا ويحسن الظروف الإنسانية في غزة ويطلق سراح بعض المحتجزين في القطاع. ورجح أكسيوس ألا يحدث أي تقدم قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية. أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية إلغاء عقد لشراء ذخيرة الشرطة من شركة إسرائيلية. وفي بيان لها قالت الوزارة إنه سيتم استبعاد الشركات الإسرائيلية من أي مناقصات لم يتم البت فيها بعد. كان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد حث في وقت سابق أعضاء الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لطلب إسبانيا وأيرلندا بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد وإسرائيل بسبب جرائم. ميدانيا، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، من بينها مجزرة استهدفت منزلا في مشروع بيت لهيا شمالي القطاع خلفت 93 ما بين شهيد ومفقود. وأعلنت السلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 43,000 شهيد و 1223 حالة إصابة منذ 7 أكتوبر 2023. قصف المنزل عائلة أبو نصر في حي مشروع بيت لاهيا تقوى من 4 قوابض، عدد من الشهداء. تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة المساعدات الإغاثية التي تعمل مصر على تجهيزها ودخولها ضمن نهج قوات الاحتلال لتعزيز حالة الجوع والتهجير بحق الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وما تزال الجهود المصرية لإدخال مئات الشاحنات والعربات المحملة بالمساعدات من العريش وأمام بوابة رفح المصرية قائمة في محاولة لتخفيف ويلة الحرب عن كامل الأشقاء في قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زالت قوات الاحتلال تتعنت وتمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. بالطبع يعني المجهودات المصرية لا تتوقف فيما يتعلق بتجهيز هذه الشاحنات وإرسالها عبر بوابة معبر رفح المصرية متجهة إلى معبر كرم أبو سالم، لكن قوات الاحتلال إما تمنع دخول هذه الشاحنات على الإطلاق من الناحية الأخرى، أو في بعض الأحيان يعني يتم عمل آليات من التدقيق والتفتيش لفترات طويلة حتى تتأخر هذه المساعدات عن الدخول إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. تعود هذه الشاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية التي دخلت عبر الأراضي المصرية.
دخل اليوم 97 شاحنة إلى الأراضي المصرية، وتم رفض 10 شاحنات حتى هذه اللحظة محملة بالمساعدات الإغاثية. هذه الشاحنة التي مرت من خلفها واحدة من 35 شاحنة أفرغوا حملاتهم في الناحية الأخرى، وما زال الأعداد بالطبع تستمر إما بالرفض إما بالعودة كما هي الرؤية من خلفي بعد أن تفرغ حملاتها في الناحية الأخرى. لكن قوات الاحتلال لا يقتصر هذا فقط، لكن أيضا تمنع دخول المساعدات إلى شمال قطاع غزة. يعني ربما بينما نحن نتحدث أيضا هذه الشاحنات تمر من خلفي، هي شاحنات قد أفرغت حمولاتها بالفعل في الناحية الأخرى ضمن 97 شاحن دخلوا صباح اليوم. بالإضافة لذلك أيضا قوات الاحتلال تمنع دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات والمستلزمات الطبية تحديدا، وتمنعها من الدخول إلى شمال قطاع غزة. كل هذا لا يمنع المجهودات المصرية المستمرة إما في الضغط للوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار، أو حتى استمرار المجهودات الخاصة بالشاحنات الإنسانية. أيضا الأونروا تحدثت عن وصول أبواب المجاعة إلى قطاع غزة، استمرار القصف المستمر على شمال قطاع غزة، وارتفاع عدد الشهداء بشكل كبير خلال هذا الأسبوع. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، والآن أعود إليكم مرة أخرى. قصف وطيران وحرب، يعني دمار شامل. أعلن حزب الله اللبناني انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما له ليخلف حسن نصر الله الذي اغتاله إسرائيل اغتالته في شهر سبتمبر الماضي. بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت إن اختيار نعيم قاسم أمينا عاما جديدا لحزب الله هو اختيار موفق وليس لفترة طويلة، لكنه اختيار مؤقت بحسب قوله. ويشغل قاسم منصب نائب الأمين العام لحزب الله منذ عام 1991. أعلنت السلطات اللبنانية مقتل 63 شخصا وسقوط عشرات الجرحى في سلسلة غارات مكثفة شنها الطيران الإسرائيلي على مدينة بعلبك وبلدات أخرى في الجنوب. ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن إسرائيل شنت 30 غارة مستهدفة مدينة بعلبك بغارتين، وأشارت الوكالة إلى أنه تم استقبال الجرحى في مستشفى دار الأمل الجامعي ومستشفى بعلبك الحكومي. أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل شخص إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان في معلو الترشيحة شمالي إسرائيل. وأضاف أن عددا آخر من الأشخاص أصيبوا إثر سقوط الصاروخ، هذا وقد أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق 50 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل وتم اعتراض بعضها. إلى ذلك قالت صحيفة يادي عود أحرانوت الإسرائيلية أن مفاوضات وقف الحرب في لبنان وصلت إلى مرحلة متقدمة. أشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات جارية بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين للتوصل إلى وقف الحرب. السادسة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها.
إيران تعتزم زيادة ميزانياتها العسكرية بنحو 200% وتؤكد أنها تدرس كل الإمكانات المتاحة للرد على الهجوم الإسرائيلي. ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلا على المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهرجاني إن طهران تخطط لزيادة ميزانيتها العسكرية بنحو 200%، وقالت كانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت أن طهران تدرس كل الإمكانات المتاحة للرد على الهجوم الإسرائيلي الذي تم السبت الماضي، حيث شن الاحتلال الإسرائيلي هجوما صاروخيا على إيران للرد على الهجوم الذي شنته إيران مطلع أكتوبر الجاري. أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة مسيرة أطلقت من اليمن عبرت أجواء مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل قبل أن تسقط في منطقة مفتوحة. أفادت القوات الإسرائيلية في بيان عسكري أن صافرة الإنذار انطلقت في عسقلان بسبب العبور ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات إثر هذا الإطلاق. قتل شخصان في غارات إسرائيلية على سيارات قرب قرية النزارية السورية عند الحدود مع لبنان. وبحسب وسائل إعلام سورية تستخدم هذه المنطقة تستخدم للتهريب والتنقل بين لبنان وسوريا عبر طرق ترابية. وذكرت وسائل الإعلام أن طائرات إسرائيلية استهدفت معبر جسلقة في ريف حمص عند الحدود السورية اللبنانية، وذلك للمرة الثانية خلال 3 أيام، مما تسبب في أضرار كبيرة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على مدينتين وبلدتين بجمهورية دونيتسك، وأعلنت أيضا عن تدمير عشرات الأسلحة الغربية للقوات الأوكرانية. أضافت وزارة الدفاع أن القوات الروسية تدمرت المطارات العسكرية والبنية التحتية ومواقع الطاقة التي تخدم القوات الأوكرانية، كما أعلنت القضاء على 2240 عسكريا أوكرانيا وتدمير عشرات الأسلحة الغربية لقوات كييف خلال 24 ساعة. أكد وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف إنه صرح أكثر من مرة أن علاقة روسيا مع كوريا الشمالية ليست سرية، بل هي علاقة علنية وواضحة. كما صرح لافروف أن كوريا الشمالية لا تنتهك أي حكم من أحكام القانون الدولي، وأنها فقط تريد تبادل تقديم المساعدة في حال تعرض إحدى الدولتين المشاركتين في المعاهدة لهجوم عسكري. فيما يتعلق بعلاقاتنا مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، قلنا بالفعل أكثر من مرة إن المعاهدة بشأن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية ليست سرية بل هي علنية، وقد تم نشر النص الكامل. إنها لا تنتهك بأي حال من الأحوال أي حكم من أحكام القانون الدولي، لأنها تفترض من بين أمور أخرى تبادل تقديم المساعدة في حال تعرض إحدى الدولتين المشاركتين في المعاهدة لهجوم عسكري. لذا فإن موقفنا هنا صادق وواضح تماما. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إجراء تدريبات نووية استراتيجية جديدة، مشيرا إلى أن كبار المسؤولين سيراجعون إجراءات التحكم في عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز النووية. وفي تصريحات له أضاف بوتين أن موسكو ستعمل على ترتيب عمل المسؤولين للتحكم في استخدام الأسلحة النووية، وأشار إلى أن روسيا لن تكون طرفا في أي سباق تسلح، لكنها حاجة إلى الحفاظ على جاهزية قواتها النووية. أعلن مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا أن أكثر من 41 مليون أمريكي قاموا بالتصويت مبكرا حتى الساعة 6:00 إلا دقائق صباحا
بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة. وبحسب ما نقلته شبكة ABC نيوز الأمريكية على موقعها الإلكتروني، فإنه من بين إجمالي 41,989,000 صوت مبكر تم الإدلاء ب 21,111,000 صوت حضوريا، كما تم إرسال 21,338,000 صوت عبر البريد. مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية تتصاعد المنافسة بين المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس والجمهوري دونالد ترامب. وبعدما تجاوز عدد المشاركين في التصويت المبكر 41 مليون أمريكي، أدلى الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن بصوته معبراً عن دعمه لهاريس ونائبها تيم وولز. في المقابل يخشى البعض من رفض ترامب قبول الهزيمة كما حدث في انتخابات 2020، حيث يواصل اتهام النظام الانتخابي بالغش ويوجه خطاباته نحو العنف والتهديدات. وفي تجمع بولاية جورجيا شدد ترامب على أنه النقيض للنازية، وذلك رداً على اتهامات متزايدة له بالفاشية. وكان أحد كبار المسؤولين في البيت الأبيض قد وصف ترامب بالفاشي، مشيراً إلى إعجاب الأخير بهتلر في بعض الأمور. من جهتها وصفت هاريس ترامب بأنه غير مستقر بشكل متزايد، ودعته لاختبار قدراته العقلية مؤكدة استعدادها لفعل الشيء ذاته. وفي ميتشيغان حذرت هاريس من سعي ترامب لسلطة غير خاضعة للرقابة. إلى هنا تشير الاستطلاعات إلى شكوك حول استعداد ترامب لتقبل الهزيمة، إذ يتوقع 73% من الأمريكيين أن هاريس ستعترف بالنتيجة، بينما تتراجع نسبة الثقة في أن ترامب سيفعل ذلك إلى 30% فقط. وتظل التساؤلات مستمرة إلى حين حسم النتيجة حول من رئيس الولايات المتحدة القادم. أعلنت مفوضية الانتخابات في جورجيا أن عملية إعادة فرز أصوات الانتخابات التشريعية ستبدأ اليوم في 14% من مراكز الاقتراع في البلاد. وأعلنت السلطات في جورجيا أنها ستقوم بإعادة فرز الأصوات في 5 مراكز اقتراع بكل دائرة انتخابية دون أن تذكر المزيد من التفاصيل ولا أسباب هذا القرار. ترأس وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتأييد المشروعات التعليمية، حيث جرى مناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التي يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية وعرض طلبات الدعم المجمعة والمقدمة للصندوق. أكد عبد اللطيف أهمية دور صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية في إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العامة للدولة وفي مجال التعليم. شاركت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد في مؤتمر نموذج مستدام لتحقيق سكن لائق للجميع بمنغوليا. واستعرضت مي عبد الحميد أبرز التحديات التي يواجهها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عند إطلاق البرنامج للوصول لحلم تحقيق السكن اللائق لمحدودي الدخل في مصر، والتي نجح الصندوق في اجتيازها. وتمثلت في هذه التحديات في الطلب المرتفع على الإسكان مع نمو سكاني بنسبة سنوية تتجاوز 1.4%، حيث بلغ العجز التراكمي حوالي 1,000,000 وحدة لذوي الدخل المنخفض، وأيضا ارتفاع أسعار تكلفة التمويل العقاري التي كانت تتراوح ما بين 20% إلى 24%. توجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق للمشاركة في فعاليات المنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية بالعاصمة الأردنية عمان، والذي تعقده اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا بالأمم المتحدة الأسكوا. ويشارك في المنتدى عدد من وزراء الزراعة بالمنطقة العربية، فضلا عن ممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بملفات الزراعة والأمن الغذائي، حيث يهدف المنتدى إلى تحقيق تحول نوعي في منظومة الأمن الغذائي بالمنطقة وتنسيق الجهود بين الجهات المحلية والدولية.
شهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار شهد توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة. يهدف البروتوكول إلى توفير الهيئة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المساعدة في توفير احتياجات المستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة من الكوادر الطبية وفقا لاحتياجات المستشفيات. شاركت وزارة الصحة والسكان في النسخة الثالثة من القمة الأفريقية للتكنولوجيا الصحية والمنعقدة في مدينة كيغالي برواندا. وأكد مساعد وزير الصحة للتحول الرقمي أشرف عبد العليم أن الهدف الأساسي للتحول الرقمي ليس فقط في تقديم الخدمة الطبية بشكل أسهل وأسرع وأكثر دقة، بل أن تكون مكملة لبعضها البعض مع الخدمات الحكومية الأخرى حتى تنجح في استخراج المعلومات الدقيقة الداعمة لصنع القرار. قال رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر حاتم الورداني إنه يفخر بالدور المحوري الذي تلعبه أسترازينيكا في دعم السياسات الصحية في مصر وتعزيز كفاءة نظم الرعاية الصحية في البلاد. جاء ذلك خلال تقرير للشراكة بين أو من أجل استدامة النظم الصحية وقدرتها على الصمود في مصر ضمن مبادرة الشراكة من أجل استدامة القطاع الصحي كنتاج تعاون متعدد القطاعات بين وزارة الصحة والسكان والشراكة العالمية تحت إشراف كلية لندن للاقتصاد. بصراحة المؤتمر السنة دي شهد انطلاق الخطة الاستراتيجية للقطاع الصحي في مصر، في نفس الوقت مبادرة بداية تحت رعاية فخامة الرئيس، واحنا لقينا ان ده بيتماشى بشكل كبير جدا مع استراتيجية أسترازينيكا في أفريقيا ومصر وفي الشرق الأوسط. يمكن المبادرة اللي بتتكلمي عليها هي مبادرة البي اتش اس اس ار أو الشراكة من أجل استدامة القطاع الصحي. ودي مبادرة أو مشروع كنا قمنا بيه بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان من سنتين، وكمان كان معانا لندن بيزنس سكول وورد ايكونوميك فورم ومختلف البرايفت سيكتورز. كان الغرض منها ان احنا بندرس استدامة القطاع، مرونته، قدرته على مواجهة الأزمات، قدرته على تحقيق العدالة الصحية، الفاينانشال أو السستينابيلتي اوف فاندز أو وجود الموارد لدعم المريض المصري. الحمد لله تشرفنا بوجود معالي نائب رئيس مجلس الوزراء دكتور خالد عبد الغفار في اطلاق تقرير بي اتش اس اس ار، اللي هو التقرير اللي بقالنا اكتر من سنتين بتشتغلوا بتعاون ما بين البرايفت سيكتور ممثل في شركه استرازينيكا وما بين الدوله المصريه ولندن سكول اوف ايكونومكس الوورلد ايكونوميك فورم، عشان يكون في تقييم للمنظومه الصحيه المصريه وللقطاع الصحي على 7 محاور، ويكون في توصيات ازاي المنظومه الصحيه في مصر، ايه نقطه القوه اللي فيها، وازاي المنظومه الصحيه في مصر تقوم بمسؤوليات في المستقبل. والحقيقه يعني كان جميل جدا واحنا بنشوف ان الرؤيه الصحيه لمصر 2024-2030 تقريبا كان في تطابق في الحاجات اللي التقرير قالها من حيث السستينابيليتي او استدامه القطاع الصحي، التامين الصحي الشامل، اهميه الكشف المبكر عن الامراض الغير ساريه، اهميه التحول الرقمي واستخدام التحول الرقمي في الحوكمه وشفافيه البيانات، وبرده اهميه الاستدامه والاهتمام بعوامل المناخ كجزء من المنظومة الصحية. مبادرة مكافحة السرطان في أفريقيا الحقيقة مبادرة مهمة جدا لمصر وكل الدول الأفريقية. المبادرة قائمة على 3 أهداف. الهدف الأول هو زيادة نسبة التشخيص والمبكر في أمراض السرطان، ودي حاجة مهمة جدا. الهدف الثاني هو كيفية العلاج ومكافحة المرض. الهدف الثالث هو بإزاي نطور من البنية التحتية والكوادر الطبية اللي موجودة في الدول الأفريقية في مصر والدول الأفريقية، ما بين من أول التمريض إلى العلاج إلى حتى زيادة الوعي. الحقيقة مصر بما إنها يعني ليها ريادة على مستوى القارة الأفريقية، بدأنا نقوم بخطوات كبيرة جدا في مكافحة السرطان في أفريقيا. من ضمن الخطوات دي إن احنا بدأنا فعلا ندخل أحدث الطرق من خلال الذكاء الاصطناعي، إن احنا إزاي نشخص المرض في مراحله المبكرة جدا، وبالتالي ده بيأثر بالإيجاب على النتائج وعلى كيفية العلاج.
أعلن محافظ المنيا اللواء عماد كدواني عن نجاح الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات الأمنية في إزالة 570 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك للدولة ومبان مخالفة، وذلك ضمن الموجة 24 لإزالة التعديات التي انطلقت المرحلة الأولى فيها في 12 من أكتوبر الجاري. وأكد كدواني أن الحملات ستتواصل في جميع مراكز المحافظات وإلى المرحلة الأولى من الموجة والمستمرة حتى الأول من نوفمبر، على أن تستكمل المراحل التالية من الموجة حتى نهاية العام في 31 من ديسمبر القادم. والآن متابعة لأخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع فاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا هبة حسين، شكرا إلهام نمر، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. التقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب العضو المنتدب لشركة سوميتو إلكتريك إيجيبت ميرشا سيربو، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة في مصر وترتيبات افتتاح مصنعها الجديد بالعاشر من رمضان خلال الربع الأول من العام المقبل. وأكد وزير الاستثمار حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة للاستثمار أو التوسع في السوق المصري والتصدير لمختلف الأسواق العالمية، لا سيما وأن الشركة تعتبر موردا رئيسيا للضفائر الكهربائية لعدد من كبرى الشركات لتصنيع السيارات العالمية. ومن جانبه قال العضو المنتدب لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت أن حجم مبيعات الشركة بلغ 900 مليون يورو خلال الخمس سنوات الماضية، كما تعدى حجم مبيعاتها العام الماضي نحو 260 مليون يورو، مشيرا إلى أن الشركة توفر حاليا 12 ألف فرصة عمل. استقبل وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي السفيرة هيلدا كليمستال سفيرة مملكة النرويج لدى القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون وموقف المشروعات المشتركة. وأكد شيمي أن مشروع المحطة الشمسية لإمداد مجمع الألومنيوم يأتي في إطار تنفيذ خطة تطوير شاملة وطموحة لشركة مصر للألومنيوم وزيادة الطاقات الإنتاجية وإدخال منتجات جديدة، وحرص الوزارة على مواكبة التوجه العالمي ورؤية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر. من جانب بها أكدت سفيرة النرويج العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر والنرويج، معربة عن اعتزاز بلادها بتعزيز التعاون مع مصر في مجالات عديدة. استقبل وزير العمل محمد جبران محافظ الوادي الجديد محمد أزملوط لبحث سبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك. هذا وناقش الجانبان طرق تكثيف الجهود للاستمرار في المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، خاصة في مجالات التدريب من أجل التشغيل والاستفادة من إمكانيات الوزارة في هذا الشأن، بما يتماشى مع طبيعة المهن التي تحتاجها المحافظة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين ودمج ذوي الهمم في سوق العمل. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عن تطلعه لتعزيز التعاون بين مصر وقبرص وتبادل الخبرات. جاء ذلك خلال استقبال الفريق أسامة ربيع الوزيرة ووزيرة الدولة للشحن بقبرص، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية. من جانبها أعربت الوزيرة القبرصية عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لضمان انتظام الملاحة عبر القناة في ظل الظروف والتحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر، مؤكدة على ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة والسلامة البحرية للسفن والأطقم البحرية. صاع
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر بعنوان التوقعات الاقتصادية لمنطقة ولمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأوضح المركز أن الاقتصاد العالمي ظل صامدا في النصف الأول من عام 2024، حيث حقق نموا يقدر بنحو 3.2% على أساس سنوي. وفي هذا الصدد أوضح مركز المعلومات أن انخفاض التضخم في أسعار المستهلك عزز من إنفاق الأسر، مما وفر توازنا للتأثير السلبي الناجم عن تجديد الأوضاع المالية وعدم اليقين بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية والصراعات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة بدعم من خطة أمريكية لشراء النفط لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، بينما واصل المستثمرون التركيز على التطورات في الشرق الأوسط. على صعيد التداولات، زادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% إلى $71.86 للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.7% إلى $67.83 للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالمين بنسبة 0.1% لتصل إلى $2.18 للتر، كما زادت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.6% لتسجل نحو $2.43 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم في منشور على منصة إكس اعتماد ميزانية حكومة الإمارة 2025-2027 بمصروفات تبلغ نحو 272 مليار درهم، ما يعادل نحو 74 مليار و6 ملايين دولار، هي الأكبر في تاريخ الإمارات مقابل إيرادات 302 مليار درهم. وخصصت دبي 46% من إنفاقها لمشاريع البنية التحتية من طرق وجسور وشبكات تصريف المياه. مشاهدين، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لهبة وإلهام لاستكمال ما تبقى من السادسة. أشكرك فاطمة. توفي الفنان القدير حسن يوسف عن عمر ناهز 90 عاما بعد مسيرة فنية حافلة. نعت الهيئة الوطنية للإعلام الفنان القدير حسن يوسف ووصفته بأنه أحد عمالقة الفن المصري والعربي الذي أسهم في تشكيل وجدان وثقافة المشاهد المصري والعربي. يا صباح العندليب واللبن الحليب، اديني قطة. لا، صباح الخير. ايدي كابوسها. قلت لك ارجع. مش قادر يا صبوحة. الله. قلت له يرجع، ما فيش فايدة. الولد الشقي لقب طالما التصق بالفنان حسن يوسف، والذي عكس روح الشباب والتحدي التي كان يتمتع بها في جزء كبير من مسيرته الفنية، والذي رحل عن عالمنا اليوم تاركا خلفه إرثا فنيا كبيرا. انت ما تتصوريش انا قد ايه سعيد اللي شفتك تاني. صحيح طبعا، دي فرصة كبيرة عشان أقدر أصلح غلطتي. ولد حسن يوسف في 10 ديسمبر 1934 في حي السيدة زينب بالقاهرة، وقد عشق التمثيل منذ صغره، حتى التقط الفنان عبد البديع العربي موهبته وضمه إلى فريق التمثيل في مدرسة الخديوي إسماعيل، فكانت تلك اللحظات هي الأولى له في رحلته نحو عالم الأضواء. بعد أن أتم حسن يوسف دراسته في كلية التجارة، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية حيث صقل موهبته، ثم جاءت فرصته الذهبية على يد حسين رياض الذي رشحه لدور في فيلم أنا حرة في عام 1959، ولفت حسن يوسف الأنظار سريعا ونال إعجاب النقاد والجمهور، لتتوالى عليه العروض السينمائية التي أثبت من خلالها موهبته المتميزة، واعتبرت فترة الستينيات هي فترة توهجه الفني. حضرتك بتقول ان فلس وفاضي وبجري ورا البنات، ده صحيح، لكن اقدر اعمل ايه غير كده؟ هو انا مش بني ادم زيك؟ من حقي احب، لكن مع الاسف ما لقيتش غير حب بالفلوس.
قدم حسن يوسف أعمالاً فنية عديدة، منها أفلام في بيتنا رجل والخطايا وأم العروسة وللرجال فقط والثلاثة يحبونها وشاطئ المرح، فضلاً عن مشاركته الكبيرة في أعمال درامية مهمة مثل ليالي الحلمية وإمام الدعاء. وفي 23 من يناير من العام الجاري أعلن حسن يوسف قرار اعتزاله التمثيل. رحم الله الفنان القدير حسن يوسف. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية النشرة، لا يتبقى بها سوى التذكرة بأبرز العناوين. نيابة عن الرئيس السيسي، مدبولي يشارك في مؤتمر مستقبل الاستثمار بالرياض ويؤكد أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. مصر تدين إقرار الكنيست تشريعا يحظر عمل الأونروا، وتطالب المجتمع الدولي بالتصدي للانتهاكات والجرائم الإسرائيلية. حزب الله اللبناني ينتخب نعيم قاسم أمينا عاما له، ووزير الدفاع الإسرائيلي يصفه بالاختيار المؤقت. نهاية نشرة السادسة، أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري. شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله.